السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة معاني الأسماء، أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. سنتعرف اليوم على معنى اسم أميرة وصفات حاملة هذا الاسم. معنى اسم أميرة: أميرة هو اسم عربي الأصل، اسم مؤنث ومذكر أمير، ويعني الحاكمة، ويشير الاسم إلى الأميرة أي الملكة التي تتولى الإمارة، أي تكون مسؤولة عن كل شيء، وتكون الأميرة الناهية، فهو اسم جميل وخفيف، بالإضافة إلى أن الاسم يحمل أيضا العديد من الفرحة والبشارة والسرور. وأيضا معناه في اللغة العربية المرأة ذات الأصل الشريف وصاحبة العزة. حكم التسمية باسم أميرة: يمكن التسمية باسم أميرة فهو اسم يحمل الكثير من المعاني الجميلة والمميز، فلا يوجد ولا يظهر مانع في التسمية به لعدم مخالفته للشرع، ولا يمس الذات الإلهية من قريب أو بعيد. صفات حاملة اسم أميرة: أولا، تتصف بالتعالي والكبرياء مع كل من حولها. ثانيا، تحب العمل في مجموعات ولديها القدرة على السيطرة. ثالثا، يعتمد عليها في أشياء كثيرة وتتحمل المسؤولية. رابعا، دائما تسعى نحو التميز بمن يحيطون بها. خامسا، تتواصل مع من يحيطون بها بطريقة إيجابية. سادسا، صاحبة تفكير عميق وتجد حلولا للمشاكل من حولها. سابعا، تتمتع بالحيوية والنشاط وأيضا من الشخصيات المرحة. ثامنا، ترتاح جدا في التعامل مع الأطفال وتقدم الدعم والرعاية لهم، فهي أكثر مهنة مناسبة لها. تاسعا، تتصف بالحنية والكرم مع الآخرين، فهي لا تتكيف مع البيئة المحيطة بها، وأيضا مع المنعطفات والاهتزازات والمشاكل التي تقابلها في حياتها. عاشرا وأخيرا، سريعة الانفعال والتذمر لأقل الأشياء، فمن الصعب إرضاؤها بأي شيء. والآن يمكنكم مشاركتنا والكشف عن كافة أسرار أسمائكم وأسماء أحبائكم ومعانيها من خلال التعليق على هذا الفيديو، بالإضافة إلى مشاركة هذا الرابط على صفحاتكم للاستفادة من المعلومات التي يحتويها هذا الفيديو. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد، إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره. شكرا وإلى اللقاء.